توصلت اليونان مع مقرضيها الدوليين إلى اتفاق يمهد لحصول أثينا على حزمة مساعدات جديدة ويحول دون إفلاسها وخروجها من منطقة اليورو. مسؤولون يونانيون أكدوا أن الطرفين توصلوا إلى اتفاق بشأن كيفية عمل صناديق الخصخصة والتعامل مع القروض المتعثرة في القطاع المصرفي. وزير المالية اليوناني إقليديد ساكالوتوس قال إن التفاصيل الصغيرة لا تزال عالقة دون حل مع المقرضين، وتحتاج اليونان إلى حزمة مساعدات تقدر ب 86 مليار يورو لتفادي انهيارها المالي والحفاظ على مركزها في منطقة اليورو.